قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن وفدا من أريتريا سيصل إلى العاصمة أديس أبابا في إطار سعي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لإنهاء إحدى أكثر المواجهات العسكرية تعقيدا في إفريقيا بعد صراع استمر نحو 30 عاما من أجل الاستقلال. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا عن سلسلة من الإصلاحات الجذرية منذ توليه للمنصب في إبريل الماضي، منها تعهده هذا الشهر بالالتزام بكل بنود اتفاق سلام أنهى نزاعا حدوديا مع أريتريا من عام 1998 إلى عام 2000.